وزي ما قلنا لكم منتدى شباب العالم كان هو الترند خلال الاسبوع اللي فات بتفاصيله الكتيره، لكن كان كمان من ضمن الحاجات اللي اهتمت بيها السوشيال ميديا في العالم مش بس في مصر مشاركه الفنانه الاسبانيه ايتيزار ايتونو بطله مسلسل ماني هايست في المنتدى، واللي قالت انها سعيده جدا بتواجدها في مصر وان دي تاني زياره ليها. ويمكن مسلسل ماني هايست هو واحد من اهم المسلسلات اللي حققت نجاح عالمي كبير جدا خلال الفتره اللي فاتت، والاهم في الموضوع بقى ان دي اول مشاركه لبطله المسلسل في اي حدث بالشرق الاوسط بعد النجاح الكبير اللي حققه المسلسل. السلام عليكم. Buenos días. شكرا. صباح الخير. شكرا جزيلا. أشكركم جميعا، أشكر الجميع من الرجال والنساء. بالنسبة لي إنه من دواعي شرفي أن أكون معكم اليوم وأشارككم الحضور في هذا المنتدى مع كل هؤلاء الشباب الذين أتوا من بلاد كثيرة. بالنسبة إلي بالمناسبة هذه المرة الثانية التي أزور فيها مصر. في المرة الأولى أتيت إلى مصر في عام 1998، جئت لزيارة الأماكن الأثرية في هذا البلد. ذهبت إلى زيارة في القاهرة معابد الكرنك والأقصر، معابد أبو سمبل، هذه الأرض.